الحمد لله الذي جعلني العن الظالمين من على ربوة دمشق. اللهم العن من ظلم الزهراء لعنا لم تلعن به قبلهم ولا بعدهم يا شديد القوى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. تماديتم في طغيانكم، مضيتم العهود حاسبكم الناس جميعا وقلوبكم شتى، فاتاكم الله من حيث لم تحتسبوا، وجاء رد الامام واوحى للدنيا بان تنقلب على اعقابها، وان الاوان بان نرى رايته فلم يبقى الا هو. مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه. اعلام مضلل، روايات محرفه، لم يتركوا وسيله ليشوهوا صوره النبي عليه الصلاه والسلام. شككوا بصدقه، قالوا بان جبرائيل يصارع الرسول حتى يقرا وان خديجه تعرف اكثر من النبي، اما النبوه فقد اثبتها ورقه بن نوفل. نتابع واياكم ما جاء على لسان الشيخ سعد المدرسي في دحض روايات السنه في البخاري عن النبي عليه الصلاه والسلام. يقولون في واقعه احد، النبي تعرف ملابسات واقعه احد بعد ما هربوا المسلمين وغيره، وبقى النبي، فضرب النبي على وجهه وكسرت رباعيه الاسنان الاربعه، اقول لك شوف الانسان اذا طاح للسن من ذني شكله يتغير. اثنين اربعه سيشير. هو شنو قصد الروايه انه يقولون محمد صلى الله عليه واله عاش بقيه عمره اثرام اربعه سنون بالمقدمه مواقف لكن الامام الصادق لما سئلوه هل انه فعلا الرسول كسرت رباعيته قال كلا نعم ضرب الرسول في وجهه في واقعة احد ولكن لم تكسر رباعيته حريصين يشوهون الصوره هذا الاعلام وهذا الدس الاعلامي شقد جرادنا سوء ظن بهؤلاء؟ اياك ان تحسن الظن بكتب كتبت في زمن الطواغيت. احمد امين هذا الكاتب المصري لما يؤرخ الامام الصادق يقول ولقب بالصادق يقال لصدقه، يقال لصدقه. قد مريض هذا؟ تدري احمد امين هذا كم مليون مسلم يعتمد على مؤلفاته؟ لذلك الرادلنا اعلام قوي واعلام صريح وجريء ولا تفكر يسوون عليك دعوه لو ما يسوون عليك دعوه لان هم افلسوا سابقا اكو قهر ما منطيك مجال تحكي والله سابقا كنا اذا نحكي على يز على معاويه ممكن يجرجروك ويركبوك تهمه حتى يزيد اللعين هذا يزيد القاتل الخمير السكير في مرحله زمانيه ما ما ينطونك مجال تحكي على يزيد، لكن لما شافوا الشيعه مصرين تركوا يزيد، شافوا الشيعه مصرين عافوا معاويه، فاذا عندنا اراده قويه امام الدليل انا ما اطلع من قلبي امام الدليل على لما نسقط اصنامكم هذا البخاري شو يقول؟ مسلم شو يقول؟ وانت ما تستغرب تمامك الاعلام الاموي مو هو اللي شوه صوره علي بن ابي طالب وقال قصير دحداح علي بن ابي طالب في الاعلام الاموي شنو؟ قصير دحداح اصلع ذو كرش مو هذا علي بن ابي طالب والا النبي يقول علي بن ابي طالب او النبي يقول ان الله اعطى لعلي جمالا كجمال يوسف وقوه كقوه جبرائيل زين مثال اخر على الفرق بين السنه اللي وردت عن العتره والسنه التي وردت عن المدرسه الاخرى هسه النبي مبعث النبي هاي مساله جدا مهمه طبعا لما نتحدث عن مبعث النبي اخواننا السنه عندهم روايه رئيسيه ينقلوها عن من؟ عن عائشه. وانا ما ادري عائشه كانت موجوده حتى تنقيل. لان في الروايه عن عائشه ما قالت عائشه عن عن عائشه. على كل لين. شو تقول عائشه؟ شو التفت لي. تقول ان النبي جاءه الحق اي جبرائيل في غار حراء. فجاء الملك فقال اقرا قال صلى الله عليه واله ما انا بقارئ. قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. أي جبرائيل جرني وضغطني وعصرني ثم أرسلني أي تركني وقال لي اقرأ مرة ثانية فقلت ما أنا بقارئ فغطني ثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة ضوي وعصر وخنقة يا ترى جبرائيل رسول ومصارع شوف جو الرواية زين معقولة جبرائيل يتعامل مع الحبيب المصطفى اللي الله يقول له لولاك ما خلقت الافلاك فالقسوة ثم ارسلني وقال لي اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق الى اخر السوره ثم تقول عائشه فرجع الرسول بهذه الايات يرجف فؤاده فدخل على خديجه بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ذهب عنه الخوف الشديد، ثم اخبر خديجه رضوان الله عليها، قال لقد خشيت على نفسي وفي روايه خشيت على نفسي من الجنون، فقالت خديجه رضوان الله عليها: كلا والله ما يخزيك الله ابدا، والله انك لتصل الرحم وتكسي المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على النوائل لاحظ الرواية تقول خديجة كانت تعرف بالوحي أكثر من النبي. ولا النبي لحد الآن جاي خايف ما يعرف هذا اللي نزل عليه منه زين تقول الرواية أن خديجة أخذته إلى ورقة بن نوفل رجل مسيحي. ولما سمع ورقة بن نوفل ما رآه النبي قال له هذا الناموس الذي أنزل على موسى. هساني إذا تقولون ورقة ابن نوفل المسيحي ليش ما قال هذا الناموس الذي نزل على عيسى ليش على موسى يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك فقال النبي وهل سيخرجون قومي قال ورقه بن نوفل نعم ولم ياتي رجل قط بمثل ما جئت بمثله الا عودي وان يدركني يومك نصرتك لاحظ الروايه تقول ان ورقه بن نوفل هو الذي ثبت للنبي نبوته ولا النبي ما مصدق من اللي قال انت نبي ورقه ابن نوفل العجيب انه الروايات من هنا تجد بعض المستشرقين يقولون النبي مو نبي انما هو رسول لورقه بن نوفل وكل هذا الفكر اللي طرحه محمد بن عبد الله اخذه من الكتب الموجوده عند ورقه ابن نوفل وقال النبي خايف يرتجف ما يعرف شنو هذا آه قال له هذا الوحي هذا الناموس الذي نزل على موسى يعني اللي ثبت نبوه النبي منه ورقه ابن نوفل بعدها شو تقول الروايه بعد ان نزل جبرائيل على النبي وقال له اقرا وبلغه الايات بعدها غاب جبرائيل عن النبي أربعين يوم ما ففكر النبي بالانتحار وصعد على الجبل وراد يرمي نفسه فظهر له جبرائيل يقولون النبي كل ما يريد جبرائيل يظهر له يحاول الانتحار صور النبي كل شيء ما يعرف من غدر أهل الضلالة الحزن فيه تعالى بسهام الأذى صدره قد ملئ فماذا تطلبون أن يترك أهل الكساء عجبا الا تدرون بحبه لبني حيدر الا تدرون بمناه ان يحظى بوصال ائمته فالبعد عنهم يؤذيه لان قلبه عجن من طينه اهل البيت عليهم السلام نفسه وروحه لهم تهون وان طال الاذى لم يجزع بل نشر حبهم بين الانام وفكرهم علم رحب بضيف الكريم الدكتور ابو علي الشيباني اهلا وسهلا فيك شكرا. دكتور الكلام لك تفضل هذا رائع الم... هذا الشيخ الجليل مدرس رائع <applause> رائع ازاد الله اعداد الرائعين بحق محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد عنده طرقه اكبر من حكي هذا الشيخ خوش السريد العراقيين انتبهوا لسنه وشيعه العرب اللهم صل اللهم صل على محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس مثله شيء ولا يشبه بشيء بعدد زنة عرش الله وامداد كلماته وما احاط به علمه واحصى كتابه اللهم صل على محمد وال محمد بعدد ما خلق الله وما لم يخلق يرفع بها محمد وال محمد درجه امس معلمي كنت اصلي وكنت مهموما فقال ألا تريد أن أعلمك شيئا تدمغ به من جمع القرآن لمع... لعثمان قلت له فضل من أكون أنا أنا دمية قال أقرأ هذه الآية بصورة الصفات 108 طلعوا قرآن إذا عندكم قرآن سلام على إبراهيم وقلب الصفحة تطلع سلام على الياسين ليش ما قال سلام بآية قرآنية أخرى سلام على آل إبراهيم هنا قال سلام على ياسين هنا يقول سلام على إبراهيم شا قال بالصفحة الثانية سلام على ياسين إذن لماذا حرفت وقبلنا وانتم اللي تقرون الحوزه اللي تقرون الفيه بن مالك وتقرون اليوم معلقات عن طرب بن شداد والمعلقات شا ما تحديتوا اذا اكو تحريب بالقران توصلون له خوي ارجع وياكم بعد ابو علي دجال نرجع حتى تكونون على بينه حتى تكونون على سلام على موسى وهارون كما قال سلام على الموسى سلام على يعقوب كما قال سلام على آل يعقوب آية قرآنية أخرى سلام على آل يعقوب واضحة إذا كان محمد بمفرده هاي اللي مش إجت شاويدكم ما تقولون نفتهم ما طول القرآن ما كتبه محمد عليكم أن تشكلون على هواية قضايا إذا تفتهمون مو أنتم دايخين قطر الندى ودايخين بابن الجوزي وابن الفوزي يقينا انتم ما تقرون القرآن غير المسؤولية مالتكم ان تعرفون السمين من الزبد او الصالح من الزبد السمين من الغاث مصحيح نرجع سلام على ابراهيم هنا سلام على الياسين شو إلها معنى الياسين شنو معناها شنو معناها المعنى مالتها وين صار معناها العربي النحوي اللفظي وين صار انتم بس تعرفون تقرون هذا دليل انت تقول لي انا عالم بمن عالم بالبطيخ بمن اذا هاي فاتتك اجى لهذا هذا الفلاح ابن الفلاح المعيدي ابو علي الدجال اجا يقول لك انت ما تفتهم كل شيء لانك انت ما قرات القران والما يستنبط من القران يعني كل شيء ما يفتهم انا من اجي اقرا قطر الندى اللي ابن تيميه وحاشيه ابن تيميه شو استفاد منها خوش انا اجي اشكل عليهم بالقران اقول لهم تعالوا هاي الياسين هذا عثمان شلون حطها هاي الياسين حطوها إلي الله يغلط اذا غلط الله كارثه والله يسهو اذا سهو مصيبه أنت طلعتوا هنا محمد يسهو ينام هذا ابو علي الدجال يقول والله وهذا القران يشهد عن معلمي يقول القران حينما تقرا الايه القرانيه لا تاخذه سنه ولا نوم يقصد محمد حينما يفرغ الى العباده لا يمر به سنه ولا نوم يعني سكره صغيره ما تمر به وله ما في السماوات وما في الارض محمد مو خش الله يطي وكل شيء احصيناه في إمام مبين يطي الواحد ينسى هذا يخرب الدنيا كلها نرجع إلى موضع بحثنا سلام على آل ياسين ونفتر بالصفحة هنا سلام على إبراهيم قال سلام على ياسين حلوة حط لها ال لأن هذه ال حتى تثبت إن قولي صحيح سلام على آل ياسين ولكن أرادوا بكل الصور أن يمحوها لن يستطيعون فأعطوها وغيروا بها شنو؟ غيروا فيها غيروا فيها الجر أو النصب غيروا بها ليش؟ حتى تشتبه علينا وانظر الياسين لكن لو قراتها بينك وبين نفسك وبين الله سلام على آل ياسين مو صحيح لذلك حتى تعرف انت حينما الله يقول سلام على آل يعقوب وسلام على آل ابراهيم وسلام على موسى وهارون تجيك سلام على آل الياسين شو معناتها بالعربيه الياسين هم ما قدروا يشيلوها لأن إذا شالوها تصير خلل، حطوها ولا زال الخلل موجود، شاوينكم وينكم تعربون تعربوها؟ شنو موقعها من الإعراب؟ هذا حرف حرفين جر بإسم شو شو الداعي من عنده؟ لذلك حينما يقول الشيخ الفاضل المدرسي ناطق صادق أمين خوش هذا الشيخ المدرسي لا عنده هذه الاموال اللي تهيئه والساعده لا عنده ناس يدعمونه الناس تروح للملاهي للمكسرات تدعمها ولكن المنابر المرعبه المدمره للجانب اليهودي والوهابي ما حد يدعمها تعرفون احيانا تمر قنوات مؤمنة مو هاي القنوات مال الشلايتية هذا اللي يدور تعالوا إذا ما تطوني هو بيته بخمسة مليون دولار إذا ما تطوني فلوس أغلق القناة هذا ولا ناس دولة جماعة الشيطان يعني عبال إحنا ما ندري أكو ناس يقول يقول لك إحنا إذا ما عدنا أنا ما عندي منين أجيب وهذا القناة أنت شنو منين كيف بنيت لك بيت عندي عشرين بيت طبعا مو بيت واحد هذا انا اعرفه السياره توصل وين؟ الى الطابق الثامن او السابع اه توصل السياره البابا بالمصعد يعني من كانت الفلوس فلوس قليله اشترى بيت ب 5 مليون دولار ويقول لك منين اجيب؟ اجيب هواي ناس عندها خلق نرجع الله يسلطنا على الفاينات هسه اخوان قرأت القرآن يا عراقيين يا عرب هذه الآية 129 بصورة الصافات والآية 108 بصورة إبراهيم لذلك أنا محتاج من عدكم أن تكون هذه الايات بين ايديكم حتى تفتهمون وين حجم الاذيه لمحمد وال محمد. لا تتوقعون اكو قناه عراقيه او شيعيه او ايرانيه او غيرها تخرج لكم بهذا من الله حتى لو خرج معمم يومين يعني عشرة ايام يتاكل ويروح. نرجع الى قضيه محمد. اولا عائشه ما كانت من زوج رسول الله حينما نزل الوحي حتى تسطر مؤلفات بهذا الحجم شوفوا حجم التآمر على محمد صلوات الله عليه ما كانت موجودة الثانية عيسى بن مريم يكلم الناس في المهدي وكهلا وموسى بطن أمه وموسى وآتينا الحكم إلى منو إلى يحيى وكان صبيا وعيسى بطن أمه ومحمد خايف ويرجف سيد الأكوان سيد موسى وسيد عيسى وسيد إبراهيم وسيد نوح وسيد لوط وسيد آدم يرجف شوفوا حجم التآمر يعني ممكن باشر نطلع محمد مو نبي بالغلط صارت القضية يصير القرآن شو يقول المؤمنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هو المؤمن أبو بكر عمر عثمان إذا حقهم ما يؤمنون محمد لأن محمد اللي سواه نبي منه ورقبنا نوفل هذا الهتلي ما طلعوا الشيعة ما يطلعون لأن أدواتهم اللي نصبتهم ما نصبتهم هذه الأدوات المتصلة بالوحي ها آه من هو الوحي الإمام المهدي روحي له الفداء ما متصلة هذه متصلة بمن بالحركات الشيطانية المرعبة تركت القرآن وأذية المارقين على أهل البيت ورجعوا لتأليف الكتب مثل الطوسي ينام الرسول والله يستر إذا نام الرسول شلون الأمة خوش يقول يقول الجبرائيل يقول الله يقول يقول هذه إذا خليت قلبت خوش هذا نام خوش إذا نام شو وضعه هل نوم محمد مثل نومي لماذا محمد ياكل بين الناس مثل ما ياكل؟ خش تقدر انت تاكل ملح وخبز يصير بيك؟ الضغط يرتفع وياكل السماوات. علي بن ابي طالب ياكل ملح وخبز حتى يقول لكم ترى انا مو مثلكم بشر. مو صحيح؟ علي بن ابي طالب يكسر الخبز الجاف اللي صار لسنه من الشمس محمض ويغمس بالخل والملح احيانا يحطون له خل وملح لهم لا الا وحده خوش تقدر انت تاكل خال يا مشلوب عرف شلون تاكل ملح وما يصير بيك كل الامراض مو بس الضغط ها يطلع هذا الضغط يطلع مثل وابور النفط من فوق كاف عيب مجرد مقارنة أهل البيت بأحد من البشر كفر مجرد مقارنة أهل البيت بأحد المخلوقات إلحاد وشرك مجرد مقارنه اهل البيت باحد هي النيل من أح من اهل البيت وتصغيرهم هؤلاء سنخيه الله هسه قريبين من الله ما حد يعرف لان علي حينما يقول الله يا محمد ما عرفني الا انت وعلي وما عرفت الا انت وعلي هاي شنو الطوني واحدة من خصائص يعني خصائص علي بن ابي طالب وصفات علي بن ابي طالب يتصف بها بشر الطوني حتى اكون تقنعوني هذا علي بن ابي طالب مو محمد هسه محمد ما حد يعرفه غير علي محمد ترى حاله مرعبه حاله اكبر مما يتصورها الانسان حاله خاليه من الشبهات فوق كل الشبهات لان محمد هو الوحي يعني محمد ينزل عليه جبرائيل ويرجف محمد. شا جبرائيل وين صار في السماء الرابعة. شا ما رجف محمد. ما رجف. من هو القام يرجف؟ ولكم جبرائيل القام يرجف. ولكم جبرائيل قام يرجف. سود الله وجهكم. محمد القام يرجف لو جبرائيل. جبرائيل قام يرجف. وأكو واحد يضرب ثنايا محمد. والله كله نازل وياه أراد أن يقول لهم لقد خذلتموني ووصل العدو إلى وجهي سود الله وجوهكم من اللي خذله لو كان أبو بكر ينضرب رسول الله لو كان عمر موجود ينضرب رسول الله لو كان الأخ اللي ما فد يوم مشترك بحرب عثمان ينضرب رسول الله ضل بس هو علي بن أبي طالب من الحمزة مقتول مو أربعة خمسة أمام جيش مرعب. لذلك احنا نتحدى العالم بهذه العلمية المرعبة، مو الله الطانة بس عشب نغزو به العالم كله. أبداً الطانة عقل وطانا منطق ومعلمي يسدد. لذلك إذا كان جبرائيل يرتجف أن يتحدى قيد إنمو ليعبر السماء الرابعة فمحمد كيف كان؟ لماذا لم يرتجف وكف طريقه مو بس تقرون وتفكرون تظلون انتم على راس السطح بس الله ان يخزيكم اشاء ان يخزيكم سؤال نرجع الى قضية محمد ولذلك اكو قضايا مرعبة عليكم ان تعرفوها مو بس تعرفوها تعرفوها ذات قيمة مرعبة في حديثكم في ممشاكم في قضيتكم ليش؟ لأن كثير من الأمور عليكم أن تعلمون أن محمدا صلوات الله عليه ليس مثل بقية الناس على الإطلاق حينما قالت والله زينب والله لن تمحون ذكرنا ولن تميتون وحينا إذا الوحي في قلوبهم ماكو واحد يقول له لقلبك قلبك ميت كي يقول لهم ما ممكن ما ممكن ما ممكن تميتون وحينا هذا دليل على انت شنو حتى تكون كبير وعندك عقل مو تصير منافقه تردد وي الخونه والمارقين اللي يريدون اينا شنو ينالون من محمد ما يصير ليش ما يصير؟ لان هذه كارثه مو بس كارثه كارثه ومصيبه كارثه ومصيبه لذلك احنا الان ادور لكم على دمغه ثانيه حتى شنو؟ ادور لكم على دمغه ثانيه لما يسمى بالعلماء اي علماء يا طرقعه السوداء يا طرقعه السوداء والله العلي العظيم والله العلي العظيم بلاء مبرم بلاء مبرم بلاء مبرم ولذلك أقرأ هذه الصوره هذه الايه بصوره ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين الذكر يختلف عن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون مو القرآن اللي يعني يقول القرآن الذكر خلي يفكر خوشا قال القرآن إلا ذكر وقرآن مبين محمد وآل محمد سلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون خوش إذا كان محمد ينسى كيف أسأل رجل ينسى ولذلك ثبتت نبوة محمد وورقة بن نوفل كارثة خوش العرب شنو شغلكم الشيعة شغلكم خمس وما أريد أحكي بعد شكو هاي إذاعاتكم تصرفون عليها مليارات كل هذا شي يعني العدو كيف جابها إذا ما تثبت محمد وولاية علي بن أبي طالب تنتصر إنت شو عندك تنتصر هذول عندهم الشيطان المتمرس الطاغي اللي يملك الجبروت يملك المال يملك الرعب انت شو عندك خلف الله على ايران عدها كم حديده انت شو عندك العرب انتم اليوم ايش عرب امه محمد ايش عندكم مو شو عندكم اسرائيل هالكبرها ها طبعا ترعبكم اذا قحت تنامون وين نسوانكم او الشردون امس خوفها عدي التميم رضوان الله عليه اخ الله تدبر بمسدس تسعة ملي وين كانت هاي الشباب وين كانت هاي الشباب الاحتلال مو يحتاج خوش الجزائريين مليون شهيد حتى خرجت فرنسا صاغره يا محمود عباس هل الجزائريين كانوا يفاوضون الاستعمار ام يقاومونه وجماجمهم لا زالت في المعارض والمتاحف اعر جمجمتك هذا بلدك ما يستحق ان تعير جمجمته لان احكي عن فلسطين بقوه احكي على الجهاد ما احكي على حماس لا تخافون ترى هذول كلهم ما منتمين لا الحماس ولا البطيخ ولا للجهاد لان كل هذه مرتبطه باجندات حماس مرتبطه والجهاد مرتبطه ما له علاقه بايران شو العلاقه انا احكي اللي عندي هذه ما طولها مرتبطه وخاضعه للمساومات لا تحرر بلد لا تحرر بلد محتل يعني ولذلك حينما انتفض الجزائريون الابطال كان امامهم ان يعيرون جماجمهم احنا محتاجين ان نكون مؤمنين خوش الماسونيه واليهود لهم دور بتحريف وحطوا عائشة على دفة القيادة وأبو بكر وعمر وعثمان لولا طبعا من مصلحتهم تدمير محمد لأن حينما يدمر محمد يدمر كل الأديان السماوية من آدم لحد هذا اليوم لأن المرعب محمد الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا هو محمد خوش انت تالف كتاب اه عن الف ليله وليله وابوك يوميه يسبون بي ويشتمون بي وانت قاعد بدهليزك تالف لي كتب وبعدين تكتب ابوي انا ما اظن ابوي هذا ابو غفله ينام ويسهو شقول عنك لان اني دجال واني وضيع صدقت بيك واني قلت ماكو انت لان يعني انت قلت لي ما يعرف امام زمانه يموت موتة الجاهلية من هو الامام انا حديدان انا اعرف جهلة كانوا واعرفهم يعني الفترة قصيرة يقول لك فلان الامام المهدي جهلة جهلة مو جهلة منتهين من الوضاعة الامام المهدي لا يشبه الا بخالقه جهلة عرف شلون؟ أو ناس لسا ما بفلان سبب فلان وفلان وفلان هاي جهلة ما الواحد يشفق عليها احنا محتاجين أن نخرج نحارب من أجل القرآن مو كتب بذيئة ومنتهية مو قلنا لهم والمحاججة عائشة وين كانت ابن نزول الوحي هو الوحي ما نزل على محمد محمد أكبر من الوحي ينزل عليه الوحي يعني لو محمد ينزل عليه الوحي ما قال الله خلقت سماء مبنيه وارض مدحيه من اجل محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين، ما كيش قانون. اللهم صل على الصديق العظيم علي بن ابي طالب الذي لا زال يتحمل الطعنات من الشيعه. اللهم صل على العظيمه فاطمه الزهراء سيدة العالمين بعدد زنة عرش الله وامداد كلماته. وما احاط به علمه واحصاه كتابه اللهم عن كل من ظلمها واستباح حرمتها واسس اساس الظلم والجور عليها قتل اولادها كسر ضلعها اسقط جنينها صادر ارثها وورثها بفتوته اللعينه لعنه يستغيث منها اهل النار يا شديد القوة اللهم لعن كل من ظلم محمد وال محمد واستباح حرمتهم لعنه يستغيث منها اهل النار يا شديد القوة اللهم صلي على الحسن المجتبى والعن معاوية بن الطلقاء اللهم صلي على الحسين الذي لا زال يكتب بدمه هل من ناصر ينصرنا أن يغير ما في قلوبه المؤمنين هل من ناصر يتصدى إلى هذا الذي ينال من القرآن كارثة اللهم صلي على علي على محمد على جعفر على موسى اللهم صل على علي على محمد على علي على الحسن العسكري على الامام المهدي روحي له الفداء الرب والامام والاله بلا منازع اعلموا والله ان الايام لهن حبلى وانظروا بريطانيا ما حل بها اهل قلت شيئا غير الذي قال لي معلمي انها افلت ثلاثه اشهر تغير ثلاثه رؤساء وزاره وهذا لم يحدث عند بريطانيا المنكفئه الذليله ام السوء وام المؤامرات ولكن قنبله نوت قادمه اليها اليوم او غدا لذلك اقول للناس لا تستعجلون البلاء عليكم فاستغفروا الله لعله يمحوه ويبدل حالكم من حال إلى حال إن الأيام القادمات والله لفيهن شيئا عجيب عجاب وقلت للبنانيين بعد سبعين ألف سنة طلعون الغاز مالتكم فإذا طلعتوا حتى تردون أموال المودعين بعد سبعين ألف سنة الورثة حتى ما يعرفون صواحبهم ونسوانهم, ونسوانهم وأموالهم لأن الورثة هنا ينتهون وهذا بلد العجائب حينما تأكل الأمانة كيف يثق بك الناس دكتور ذكرت في المقدمة بأن الذكر يختلف عن القرآن فما هو دليلك طبعا هنا هم حرفوا تحريف ثاني أقروا الآية راح أقرأ لكم الآية قبلها فذاقت وبال أمرها وكانت عاقبة أمرها خسراً خوش هنا انتهت الآية أعد الله لهم عذابا شديدا تختلف عن خسرة أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى حطوا لها ركزة حتى يبعدون عنها الرسول ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله المفروض ما تكون الآية عاشرة ما تحط هذه الدائرة بها الرقم المفروض ما تكون رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات لأن مرتبط الذكر بالرسول اسمعوني أقرأ لكم إياها هنا فذاقت وبال امرها وكانت عاقبه امرها خسرة خوش الآية القبل هي وكأين من قرية عن أمر ربها ورسله فحاسبنا حسابا شديدا وعذبناه عذابا نكرا انتهت صار نك... هنا سكوت فذاقت وبال أمرها وكانت عاقبة أمرها خسرة انتهى يعني بداية جديدة أعد الله لهم عذابا شديدا هاي بداية جديدة وين وصلوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات يعني ما بي الرسول مقرون الذكر مقرون بالرسول رسول ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات يعني من هو الذكر محمد وآل محمد القرآن الآيات ولذلك حتى تصحون شوفوا وين حجم التحريف خوش وهذا حجم التحريف مرعب ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا خوش رزقه هنا موجوده الله الذي شوف سكوت وين انتهت الايه معروفه الله نبدا بدايه جديده الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما شوفوا شلون حتى بهذه هنا ذكرا والرسول حرفوها وحطوا حاجز بيناتها وفاصل ما تنفصل قد انزل الله اليكم ذكرى رسولا راسا ليش حطيتوا هذا الفاصل؟ حتى يقولوا لك ان الذكر مو محمد دكتوره هناك حرب اعلاميه شيعيه سنيه لتشويه صوره اهل البيت وصوره النبي عليه الصلاه والسلام والطرفان غير بريئين من التهمة ما هو دور الأعلام الصادق في هذه المرحلة؟ منين إعلام؟ الإعلام زار السيد قعد الآية نام الآية الآية مشغول الآية اختفى الآية ما أدري وين راح الآية عنده سفرة للخارج وضيع الدين هذا الإعلام منين إعلام؟ أصلاً مو يم محمد ولا محمد نعم دكتورة يعني يستندون في قولهم إلى الرواية فهل نصدق الرواية أم قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وهو هذا تدمير محمد وآل محمد ممنهج إحنا ليش إحنا قال هو شقار رسول الله قال إني تارك فيكم كتاب الله وعثرة آل بيتي فأنت تمسكتم بهما إحنا لا تمسكنا بالعثرة قمنا حرامية صرنا أكلنا مال العترة أرشلون ولا تمسكنا بالقرآن ولازم تحترمني وانت لا متمسك بالقرآن ولا متمسك بالإدرة وتريد نحترمك وحب ايدك ان شاء الله حبتك حية دكتور ان كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينسى فمن الطبيعي ان تقوم صفات الامام انسيان فهل نسي الامام المهدي تكليفه هو بانه خليفة الله في ارضه وله امة تنتظره هو السؤال الله يطي هذا الكون كله بقبضة واحد عنده ولاية تكوينية ينسى وهذا دليل على الكذب والنفاق على أهل البيت عليهم السلام وهذا مو مشكلة مرعبة إذا كان الأهل الإمام خوش إذا كان الإمام مسؤول عن كل هذه السماوات والأراضين مجموعة أشرها جنها أنسها شياطينها أو ينسى خوش إذا كان بشر ما يقدر لأن البشر العادي يخضع للأهواء للأمراض للتعب النفسي يعني الإمام إحنا عايفين لحد الآن مو عايف نحن عايفينه صار 1250 سنة إذا تمرض يوم انتهينا إذا الإمام الله طهره وهي دليل إن الإمام لا يتمرض ولا يصيبه وهن ولا يصيبه نسيان ولا يخرج عن طاعة الله وذات الله ولا يمر به الهوى لا من قريب أو من بعيد الامام هذا عند الولايه هؤلاء شو يريدون يقولون؟ يقول حتى يبررون ما طول محمد ينسى وما يصلي صلاه الصبح انا عد عاديه ما اصليها يعني لان محمد قبل سواها فعليش يحاسبني؟ يريدون يمهلون نفسهم ولذلك من تسالهم عن صلاه الليل يقول لك لا لا تصليها ويقول له أو اوعى ما تصلي صلاه الليل يدرع لك الرزق وتصير كبير بس لا تعلمها للناس لا تقول له صلاه الليل صدقوني دكتورة بختام حلقاتنا أروي مسامعنا بحديث من الإمام يقربنا ودعاء يفيض تبيانا سؤال قبل الحديث شو يقول القرآن يقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدل له أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات شو أزواج النبي مو مسلمات مو مؤمنات قانتات 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 والله بس تقرون هاي الايه ارجوكم اقروها بتمعن ازواج النبي مو مسلمات مو مؤمنات مو قانتات مو مسبحات الايه اربعه من صوره التحريم الله يقول احتباطا لو هم ينسى مثل محمد صلوات الله عليه حاشاه الله من يخاطب لشيء غير وجود عله ما هذه العله؟ ولكم هذا القرآن عندنا اكبر راس يكسره ولكن لان احنا ركنا للذين ظلموا فلا نعجب ان مستنا النار او مستنا الضراء او سلط علينا حاكم باغي لذلك رسول الله يقول نحن لا ياتي الباطل من امامنا ولا من فوقنا ولا عن يميننا وعلى شمالنا وعلى من خلفنا على الاطلاق اذا كيف ياتيه النسيان والنسي من الشيطان؟ لذلك نقول للناس ان محمد المهدي قادم وما هذه الكتب الا يرميها في البحر بل يمزقها ولو لو فيها ايه ولو لم يكن فيها ايات لاحرقها لأنها هي التي حجبت الناس أن يلجؤون إلى القرآن واستسهلوا الأمر وعملوا بالمنكر ونهوا عن المعروف لأنه خالفوا وصية رسول الله أني تارك فيكم كتاب الله وعثرة على بيتي اليمن إحنا على أهل السقيفة ذنبيهم لأنهم شلبين بالسنة والقرآن هم لا قرآن ولا سنة وإحنا لا قرآن ولا أثره